وبالعلم نحفظ مقدرات وطننا، وما العيد إلا فرحة بالمنجزات. وبالعلم نحفظ أسرنا وعلاقاتنا، وما العيد إلا موعد للصلاة وبر الآباء والأمهات. فلنجعل من العلم روحا لعيدنا وعيدا لروحنا، ولنكن خلوات لأسرنا بتربيتهم على قيم العلم والفهم في دينهم والحفاظ على وطنهم والانتفاع على علوم مستقبلهم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اللهم صل على معلم الناس الخير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ خليفة وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخل اللهم في عبدك وأفرادك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومشايخنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وخدماتنا ودعواتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.